نستمع لشاعرنا شرف الدين بارون، تفضل. الأستاذ شرف الرماعي يعني شاعر كبير وصديق عزيز، وأنا بصراحة اتفاجئت بحضوره النهاردة والله، يعني في منتهى السعادة إن أنا أشوفه النهاردة بصراحة. السلام عليكم. أنا صراحة بنسلم في المنصة وبنسلم الحضور، وأتمنى إن بعض الكلمات تعجبكم. في ناس بتسأل من التجربة بتاعتي برضه؟ بس الحمد لله مش عايز اقول الكهرباء عشان الكهرباء بتتعب، ما قلتش حاجه. تقيلوه بعد الكهرباء من الكهرباء ما حدش نزود واحده. انا الدقي، انا الدقي، انا في الكلام شاعر، وابدا كلامي منين؟ وما بيننا في مشاعر وحبايبي في المجتمعين، ما لقيتش من الاخر الا صلاه عظيم. زي عليك النبي على طه ومصلي، صلاته ليا دواء مهما بيحصل لي، لكل جرح دواء ولكل قلب هواء. نبدا بذكر الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه بدون ذكرى، مفيش انسان بدون مرض، في قربك لو ما جاش بكره هيخلص عمر الفاضل. مش غرور ولا نرجسيه، وجودي في حياتك ضروري، وزعلي قلبك عليا هتلاقيه يمسك ده شعور. على المحتاج، على المحتاج ناس عدت وناس فاتت، عيونه كلها شكوى لكن ساكت. ما هو كتير شكى ليهم، ما شافش غير بلاويهم، ولما احتاج في يوم ليهم لا قلوبهم خلاص ماتت. على المحتاج ناس عدت وناس فاتت، بايه هيفيدوا مد الايد لناس الرحمه عنها بعيد؟ لحزن كان مقصرهم ولا دموعه كانت بتفيد؟ بكى المحتاج على حاله، ده كله مش واخد باله، ولما اتقفلت الابواب قال يا رب واداله. ووجه للبشر لومه، وزادت في الاسف مومه، بين الناس بقت اسيا وتعمل انها ناسيه، تشوفه ما يمتلكش القوت وشكله حي شابع موت، وينام حزين من القسوه ويحسدوه على نومه. شكرا.